وللحديث عن أزمة الكهرباء وعدم صيانة المحطات والتضييق الحكومي على أصحاب المولدات، معنا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا. عليكم السلام، أهلا ومرحبا. دكتور، الحكومة بحسب نواب تنفق يوميا نحو 4 ملايين دولار على غاز إيران لتوليد الكهرباء في محافظتي بغداد وديالى، ماذا تعني هذه الأرقام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أولا نسأل الله العظيم أن يخفف عن شعبنا وعن أهلنا في العراق من هذه البأساء وهذا الحقيقة الظلم الذي تراكم عليهم، والآن ظلم وظلمات، يعني هذه المأساة الكبرى التي يعاني منها شعبنا في العراق. قضية الكهرباء ليست معجزة، وإنما هي أريد لها ذلك لكي يتم تمويل إيران بالمال العراقي عن طريق هذا المنفذ ومنافذ أخرى كثيرة الحديث عنها يطول. ولكن عودة إلى السؤال، لماذا الغاز الإيراني؟ نحن بلد نفطي، وأنا تحدثت في هذا المنبر أن الدولة تستنفذ ما تنتج لأجل الكهرباء، يعني الدول النفطية دائما محطاتها تعمل على المنتجات النفطيه المتوفره في البلد والتي يصدرها البلد. العراق بلد نفطي، فايش عجب نرجع الى الغاز، لانه الغاز لم يتوفر بالكميه التي ممكن تشغل هذه المحطات. الجانب الاخر من جانب فني انه محطات الغاز كثيره العطلات وفيها مشاكل كثيره، اضافه الى كفاءتها تكون اقل مقارنة بالمحطات الوقود الثقيل. القضية قضية حقيقة أنه من يسيطر على الاقتصاد العراقي وعلى الأمر العراقي والقرار العراقي هم الطبقة الفاسدة في هذه الحكومة التي استعملتهم إيران لمصلحتها، ولا زالوا يعملون لمصلحة إيران. أن الكهرباء عندما ضربت 96% من محطات الكهرباء في 91 تمت إعادتها بجهود وطنية عراقية خالصة بفترة قياسية أذهلت العالم في ذلك الوقت، وأعيدت الكهرباء وأعيدت المصافي وإلى غير ذلك. هل من المعقول أنه نحن من 2003 ولحد الآن لم نستطيع أن نبني نعيد الكهرباء، وهي لم تضرب بالشكل الذي كانت في 91؟ نعم. الموضوع أصبح الفساد والإخلاف المال العام. طيب في هذه النقطة تحديدا دكتور، في هذه النقطة تحديدا ومع استمرار الفشل الحكومي كما تفضلت في إصلاح منظومة الطاقة الوطنية، أليس الأجدر أن تدعم أصحاب المولدات الأهلية الذين يغطون العجز الحكومي في تأمين حد من التيار الكهربائي بدلا من عدم دعمهم ومحاربتهم كما يجري؟ هم يحاربون الشعب العراقي بالنتيجة، يعني أنت تلاحظ أنه من الأولى أن دعم المولدات والتلوث الذي يصير نتيجة الاستخدام المولدات أم إصلاح الكهرباء؟ إصلاح الكهرباء أولى وتصرف لها أموال، ولكن هو لا توجد نية لدى هذه الحكومة في أن يقدمون خدمة للشعب العراقي. تعرف أصحاب المولدات هم الطبقة اللي يمكن أن يعتقلوهم أو يسببون لهم هذا، ويضعون كل مشاكل الحكومة برأس أصحاب المولدات. أصحاب المولدات يقدمون خدمة مقابل ثمن، وهذا الثمن مقترن بسعر، والسعر مقترن بتوفير حصة من الكاز. إذا أنت لم تستطيع أن تعطيني ما تعهدت به صاحب المولدة، صاحب المولدة من أين يأتي بالمال لكي يعوض الفساد الحكومي المستشري؟ احنا في 2011 طلع لنا وزير الكهرباء يقول احنا في عام 2013 سوف نصدر الكهرباء، وهذا الكلام حقيقه منشور. طيب هذه المعادله الغير موزونه من قبل السلطه الحكوميه الفاسده، انتم لا تستطيعون ان توفروا للكهرباء ولا تريدون حلها، لان هي مشكله مستديمه. يجب ان يكون المواطن العراق مصدرا للتمويل الايراني في كل المجالات، والكهرباء هي اهمها، وطرحت مشاريع وطرحت موضوعات ممكن ان تخفف من معاناه الشعب العراقي، منها منظومه الربط العربي التي وقفت الميليشيات ضدها. نعم. ولحد الان تقف ضدها حتى يبقى العراق. نعم. لماذا لم يقدموا هم لا يريدون ان يقدموا حل، هم يريدون المشكله مستديمه لكي
يكثر الاعتماد على إيران وتكون الغاز الإيراني هو الحل الذي السحري لكل هؤلاء، ويجب أن تزداد حصة إيران من الدفع والأموال. هذه هي الحقيقة. أما ما بينها من التخريب، نعم، تخريب منظومات الكهرباء والكادر الهندسي اللي تم إبعاده وإبعاده عن منظومة الكهرباء والمطاردات والاعتقالات وما إلى ذلك، كل هذه. إذا دكتور، عن أي رفاه ومشاريع تتحدث الأحزاب السياسية في دعايتها الانتخابية أو تتحدث فيها للشارع العراقي الذي ما زال يعاني نقصا حادا في إمدادات الطاقة على أقل تقدير؟ يعني هذه من أساسيات أي بلد مستقر ومستقل. هم يتحدثون عن رفاه المنظومة الإيرانية ومنظومة الحكم، لا يتحدثون عن رفاه الشعب العراقي، وهذا الكلام كله للاستهلاك. المواطن العراقي البسيط يعرف أن كل ما يقولون هؤلاء هو كذب ودجل، بأن الفاسد لا يمكن أن يكون مصلح. وأمريكا عندما أتت بهم للتدمير، هم أدوات تنفيذ مشروع تدمير تقود إيران وأمريكا في المنطقة، والضرر والشرر الذي يستطيع هنا وهناك على كل المنطقة ليس في العراق. يعني الآن الميليشيات تعمل في سوريا، تعمل في كل مكان، تهدد في هنا وهناك، هي تنفذ مشروع تدميري كبير تقوده إيران وأمريكا، وأتوا لهذا الغرض. وإلا يعني ليس من المستحيل، يعني احنا خمس سنوات عندما يكون البلد ما في ولا محطة كهرباء، خمس سنوات ممكن أن تعيد المنظومة على الأقل بنسبة 60 إلى 70%. المحطات الكهرباء لا تستغرق أكثر من سنتين أي محطة كهرباء في أعمال من التصميم إلى النصب وإلى التجهيز في أحسن حالات 3 سنوات. طيب لماذا كل هذا المصروف يذهب إلى منظومة، نعم، لا نملك أدواتها الأولية، مواد الأولية، ونترك ما لدينا من المواد الأولية وهو الهيفي فيول أويل اللي ينتج عندنا في المصافي، نعم، لكن هي النية لا تتوفر. بالتالي نحن نقول أن هذا الأمر هو مدبر ومقصود، ليست أمر عبثي وليست، نعم، أمر. شكرا دكتور. فقط الفساد. نعم، أشكرك جزيلا دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي والأكاديمي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.